التمائم كما ذكر يعلقونها على الصبيان، حتى لو علقوها على أنفسهم الحكم باقي. وأما التمائم التي من القرآن أو من الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد اختلف فيها السلف. فبعض السلف من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عمرو بن العاص، وهو ظاهر ما يروى عن عائشة من أن هذا جائز، ولذا جاء عند الترمذي أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يعول أبناءه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دعاء الفزع، وهو أعوذ بالله من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. فإذا لم يكن بالغا كتب هذا الدعاء وعلقه على صبيانه الصغار. وبعض السلف كابن مسعود رضي الله عنه وكذلك ابن عباس يرون أن الحكم هو التحريم، من أن التمائم لا تجوز مطلقا سواء كانت من القرآن أو لم تكن. وأدلتهم ما يأتي: أولا عموم النصوص الآتية بالنهي عن التمائم كقوله عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ولم يستثن. وكقوله عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وهذا هو الرأي الراجح، وذلك لاعتبارات: أولا عموم النصوص الواردة في النهي عن التمائم فلم تستثني التمائم من القرآن أو من غيرها. ثانيا أن تعليق هذه التمائم ولو كانت من القرآن قد تجر إلى مفسدة في المستقبل، تلك المفسدة هي أن تعلق التمائم من غير القرآن وسد الذرائع من القواعد العظيمة في الشرع. الأمر الثالث أن القرآن ما نزل ليعلق، وإنما نزل للقراءة والتدبر والعمل به والاستشفاء به. الأمر الرابع أن هذه التمائم من القرآن قد تمتهن، ولا سيما إذا علقت على الأطفال، فقد يسير لعاب الطفل على هذه الآيات، أو ربما يتبول فيقع شيء من بوله على هذه الآيات. واحترام القرآن مما هو معلوم من دين الله بالضرورة. ولو قال قائل: ماذا تقولون في فعل عبد الله بن عمرو بن العاص؟ نقول: إن هذا الذكر الوارد ثابت كما جاء عند الترمذي، لكن فعل عبد الله رضي الله عنه لم يصح من حيث السند، وقد ضعف الألباني رحمه الله فعل عبد الله بن عمرو بن العاص وقال إنه لم يثبت، إنما الثابت الذكر الوارد